Uh, my name is memdour al-herbi. i am dental intern in the last uh, two months of internship. i am um, from king saud bin Abeliz university for health sciences and i get accepted on uh, a saudi board. in this lecture, inshallah, we will try to talk uh, uh, from a to z. from the registration until the preparation, then the application to the saudi board. Uh, before we start, and I want to congratulate all the uh, dental interns or the graduates uh, this year, uh, and I hope the internship will be uh, enjoyable for you all. The outlines, we will talk at the beginning uh, to define the SDLE, uh, the preparation, and some details about the exam. Then we will uh, go to how to register and what to do before the exam during the exam and after the exam, and inshallah uh, it will be a clear slide uh, Saudi dental exam is to assist the readiness for two things: first of all, practicing dentistry so if you are a dentist or a GB whether a Saudi or non Saudi, you want to work here in Saudi Arabia, you uh, need to get the license and to get past this exam. The other thing is. For the people who want to go for uh, to study postgrad they need to get uh, this exam and need to get it with a good scores because uh, this will affect the uh, total score when you get into the uh, application and we will talk about these details mainly I will focus for uh, preparation for the postgrad studies because uh, the preparation uh, for the postgrad and getting a high mark it will not just for uh, like preparation for just getting the license to work so the preparation is different between these two things. The STL exam او اختبار الهيئة عبارة عن 3 blocks ثلاث بلوكات كل بلوك فيه 100 question 100 سؤال طبعا التايم والوقت في الـ البلوك الواحد 120 دقيقة بمعدل 2 uh, minutes for uh, each question طبعا when you uh, get into the first block and you have uh, 120 minutes or 2 hours بعد ما تخلص المئة سؤال uh, أنت عندك خيار أنك تأخذ بريك أو أنك تكمل للمئة سؤال الثانية ثم بعدها للمئة سؤال الثالثة اللي هي تكمل 300 سؤال. أنا نصيحتي الشخصية آه, أنه تحاول تاخذ بريكاتك قد ما تقدر. فمثلاً لما تخلص المئة سؤال الأولى تاخذ 20 دقيقة من البريك، أنت عندك بريك 45 دقيقة أن total. فأنت تاخذ 20 دقيقة ثم ترجع وتكمل اللي هو البلوك الثاني، لما تخلص البلوك الثاني تاخذ 20 دقيقة الثانية. لأن الاختبار جداً طويل ويعني توتال ست ساعات مستحيل انك انت راح تاخذها كذا مره واحده. الاختبار يقاس وذا توتال سكور اوف 800 الباس سكور 542 طبعا هي تقاس بالموقع حق الهيئه بنسبه مئويه ومعدل تقريبا 57 من 100 كل شخص لما يقدم على الاختبار عنده ثلاث محاولات طبعا السنه اللي راحت كان كانت كانت في زي ما تقولون استثناء في نص السايكلز تقريبا بعد ثلاث شهور غيروا الطريقه سووا شيء اسمه ممارس بلس، في الممارس بلس طلع لنا اربع محاولات فخلال هالسنه ما بعرف هل بيكملون على نفس السيستم اربع محاولات ولا يعني يكتفون بالثلاث محاولات. فاحنا راح نمشي على النظام القديم اللي هو ثلاث محاولات انت كشخص الان متخرج عندك ثلاث محاولات. في حال انك اجتزت في المحاوله الاولى ونجحت في الاختبار حيبقى لك محاولتين تحسينيات. في حال انك والله من اول اختبار ما نجحت بيبقى لك ثلاثه آه, ثلاث محاولات زياده يعني بيصير التوتل اربعه الين ما تنجح. طيب الاختبار والاشياء اللي ممكن تتوقعها وتواجهك في الاختبار هي آه, كالتالي 15% اورال مدسن اورال سيرجري مع بعض 18% البيريو 10% البيدو والاورثودونتكس و 40% ريستوراتيف دينتستري شاملا البروس الاوبراتيف وطبعا معهم الامبلانت 17% الاندو طبعا النسب هذه تتغير زي ما هو مذكور من الهيئه انها ممكن تزيد ب 5% او تنقص ب 5% فممكن شخص يدخل في نفس اليوم مع شخص ثاني للاختبار هذا يواجه مثلا 20% من الاسئله ويحس انها كثيره مثلا اورال ميديسن الثاني يقول لا والله الاورال ميديسن جاني بشكل اقل فهي نوعا ما نسبيه تختلف زي ما هو محدد هنا طبعا في مواضيع ثانيه مثل اللوكال انستيزيا مثل البروفيشناليزم بايو ايثكس انفكشن كنترول هذه برضو عليها اسئله لكن خفيفه يعني مو هو الكميه اللي تكون هنا في التركيز على الاسئله طيب الحين في بعض الاحصائيات هذه من 2017 الين شهر 4، اللي هو من السنه هذه طبعا الاحصائيات هذه عن الباسنج ريت والى اخره لكن انا جبت الجراف هذا عشان نركز على حاجه معينه اللي هي اسمها اللي هي كوارترز السنه للاختبار مقسمه لعده كوارترز اللي هو الفيرست كوارتر, كوارتر، سكند كوارتر, كوارتر، ثيرد كوارتر،, كوارتر،, كوارتر اند فورث كوارتر, كوارتر. التقسيمه حقتها بناء على شهور السنه 12 شهر كل كوارتر في ثلاثة شهور انتم كفريش جراد عندكم اللي هو هذه اللاست تو كوارترز اللاست تو كوارترز هذه اللي هي تشمل من بنحسب من جولاي الين ديسمبر ليش نقول لين ديسمبر؟ لان في شهر يناير حيبدا التقديم للبورد فانت في خلال الفتره هذه تحاول قد ما تقدر تجيب الدرجه اللي انت يعني تكون راضي عنها وتحس انها كافيه انك يعني كنسبتك الموزونه ان توتل. احصائيات السنه اللي راحت كانت يعني من 1000 شخص نجح 800 بنسبه نجاح 75% كانت الماكس سكور 734 اتوقع انها 89 او 90 تقريبا. طيب بالنسبه للتسجيل للاختبار زي ما قلت لكم جاء نظام جديد اسمه ممارس بلس الطريقه للاختبار بكل بساطه راح في مقطع فيديو انا لقيته في اليوتيوب جدا واضح وهذا يشمل الناس اللي هو الفريش جراد اللي ما قد سجلوا الاختبارات السابقه قبل فبنشغل الفيديو بس اتمنى انه يكون شغال هنا بس عشان نسوي شير سكرين واضح معكم ال واضحه معكم الشاشه طيب انت لما تدخل بتكتب في جوجل ممارسه بلس حتطلع لك الصفحه هذه تمام طبعا بتسوي انشاء حساب جديد تحط فيه معلوماتك من ضمن المعلومات اللي هو الايميل رقم الجوال لازم تنتبه للنقطه هذه لان اي شيء مثلا في كلمه المرور في اي مشكله تواجهك خلال الاختبارات او حتى في التصنيف الطلب الاحقيه الاختبار بتكون على رقم جوالك فانتبهوا للنقطتين هذه. لما تسجل وتخلص حتطلع لك الصفحه هذه في بتلقى على اليمين اللي هي خدماتي بتضغط عليها. لما تروح لخدماتي تنزل تحت تلقى شيء اسمه احقيه الاختبارات الوطنيه. تضغط عليها فيها زي ستبس طبعا ستبس كلها واضحه لكن في اول ستبس بتلقى شيء تحت هنا اسمه المستندات المطلوبه هذا اللي هو تحميل خطاب موافقه من الجامعه المعنيه. لازم تحملون هذا الخطاب تعبون فيه البيانات هذا تسوونه من بعد المحاضره يعني في خلال الايام هذه عشان على اساس انه يجيكم الرد. الخطاب عباره عن انك اسمك ورقم هويتك والاختبار اللي انت تبي تقدم له سواء اس دي لي، اسم الى اخره وتحت في زي الجدول البسيط في معلومات اللي هو اسم العميد واسم الجامعه وختم العميد او توقيعه بنشوف الان هذا هو انت عليك تعبي المعلومات اللي فوق اللي هي حقت اسمك والهويه ونوع الاختبار وبتكمل عاد التسجيل عادي كل الـ كل التفاصيل واضحه بس مره ثانيه اعيد واكرر انتبهوا على موضوع رقم الجوال والايميل لان اي مشكله تواجهك في تاخير التسجيل في رقم الاحقيه كلها راح تجي على الاشياء المعلومات اللي انت سجلتها بعد ما تسجل وتخلص بتكمل عاد اللي هو للتسجيل للاختبار نفسه طبعا هذا الفورم اللي قلت لكم عليه هنا بتحط اسمك الناشونال اي دي اللي هو الاختبار انت مثلا بتقدم الاس دي ال وبعدها عاد خلاص ترسلها انت لشؤون الطلاب عندكم في الجامعه او لوحده الامتياز وطبعا تنتبهون لتاريخ الامتياز حقكم، غالبا اغلب الناس يبدون في واحد جولاي وينتهون في 30 جون من السنه اللي بعدها، لكن هذه المعلومات تاخذونها من وحده الامتياز او شؤون الطلاب. فلما ترسلونها هم حيوقعون الاشياء اللي هنا ويرسلونها لكم، وترجعون للممارس بلس ترفعون الملف هذا. بتلقون خانه انه رفع اللي هو ملف التقديم. بعد ما تسجلون في ممارس وكل شيء بتدخلون للموقع هذا اللي هو موقع البرومتريك. موقع البرومتريك بكل بساطة هذه صفحة الواجهة حقت الرئيسية فيها شيء اسمه سكيدول لما أنت تبي تحجز لاختبارك طيب هنا في سؤال مهم الاختبارات متى تبدأ في فترات زمنية طبعا زي ما قلت لكم في موضوع الكوارترز حق الشهور مثلا إحنا الحين في شهر خمسة ميلادي من نص الشهر يبدأ أو من خمسة عشر تبدون شيء في الموقع هنا بحيث مت... انهم فتحوا ولا لا وطبعا في الجروبات او في زملائكم شخص مثلا يقول لكم والله فتح تشيكون مع بعضكم لكن غالبا يبدا من نص الشهر وفوق آه... انت بتدخل الموقع هذا وبرضه هنا في مقطع بنشغله على يكون واضح لكم بتضغطون انتم طبعا على في الواجهه هذه اللي هو سكجول وتدخلون هنا تدخلكم على صفحه زي هذه. في بدايه الصفحه انك تحدد انك مثلا في السعوديه. و وبتمشي عاد الكونسنت ان اقر انه انا مثلا التعليمات حقتهم. وهنا تجي اللي هو رقم الأحقية حقك تتذكرون لما قلنا نسجل في ممارس عشان أحقية الاختبار حيجيك إيميل في رقم أحقية تحطه هنا والرقم السري بيكون من اسم العائلة مثلا أنا الحربي الرقم السري حيكون ALHA أول أربع حروف من اسم العائلة بعد ما تدخل تجيك اللي هي الواجهة هذه هنا زي الماب طبعا انت بتكتب المدينه حقتك مثلا انا في الرياض راح اكتب الرياض بتطلع لي مراكز الهيئه اللي في الرياض وتقدم الاختبار راح تضغط على Schedule an appointment ومره ثانيه راح تسوي الكونسنت للتعليمات حقت الهيئه ثم تجيك هذه الصفحه بتكتب اللي هو هذه Find available إن 3 مونث period تضغط جو بيطلع لك زي الجداول التواريخ المتاحه زي ما تشوفون هنا هذه التواريخ المتاحة عاد أنت تشوف التاريخ اللي يناسبك فمثلا والله أنا بحجز مثلا في 16 ماي تضغط على التاريخ وهنا بيطلع اللي هو الوقت طبعا تنتبهون النقطة أن في بعض الأحيان يحطون فترات مسائية فهذه يعني تنتبهون لها على أساس ما تتلخبطون بعد ما تضغطون نكس بتعبون المعلومات هذه كلها واضحة ما فيها أي شيء يعني غريب أو صعب ثم بيجيكم الدفع قيمة الاختبار الواحد تقريبا 1080 ريال أو 1100 وطبعا في شيء مهم اللي هو في ممارس برضو في نهاية الـ يعني اللي هي لما تمشي في الخطوات في برضو تدفع 120 تقريبا بعد ما تدفع هنا وخلاص يتأكد الدفع حيجيك إيميل أنه تم تأكيد الاختبار وراح يكون بالتاريخ الفلاني بالساعة الفلانية بالمكان الفلاني بعد ما تكمل تسجيلك طبعا خلاص انت الان عرفت الان وقت اختبارك النقطه المهمه واللي كثير مهتمين لها اللي هو التحضير للاختبار نفسه ممكن بعضكم يتذكر سوينا محاضره السنه اللي راحت مع الدكتور عبد الرحمن وتكلم الدكتور عن بعض الاشياء اللي هي مثل هذه البوكس اللي هي البوكليتس تكون فيها زي المعلومات ملخصه عن كل التخصصات في الاسنان طبعا انت الان مثلا وقت التحضير نسبي يفرق من شخص لشخص. من نظرتي الشخصيه انا اشوف ان الاختبار يحتاج شهر، شهر ونص اذا انت بتذاكر خاصه في اول مره. شهر، شهر ونص اول مره ضروري يعني، بالقليله شهر. الشهر هذه تقسمها في البدايه انك تراجع المعلومات العامه. طبعا مراجعه المعلومات العامه يكون من مثلا من البوكس هذه اللي هي البوكلتس. انا بالنسبه لي راجعت مثلا من دنتل ديكس كان جدا ممتاز لي انا في موضوع مراجعه المعلومات اعطاني بعض المعلومات لكن حسيت انه اخذ وقت كثير. فبالنسبه للدنتل ديكس انا اشوف انه كويس لكن ما ما تعطونا وقت كثير. يعني اسبوع وخاصة في الاسبوع او اسبوع ونص هذه تشوفون المواضيع اللي مثلا انتم ضعيفين فيها. مثلا انا كنت اشوف ان الرسترتيف عليه نسبة كبيرة واحس اني في معلومات احتاج اراجعها. رحت لقسم الرسترتيف اللي هو مثلا البروس الاوبرتيف وجلست اقرا فيها مثلا انواع السمنتس انواع واكتفيت بالشيء هذا ثم دخلت على الاشياء الثانية اللي انا راح اتكلم لكم عنها. هذه بعض الملفات برضو ضروري انكم تشوفونها وانا استفادتني كثير، بالنسبه للاندو عندنا اربع ملفات اذا تبغون تحملونها في هذا تسوون سكان للكود. اول واحد اللي هو الاندودونتك دايكنوسيس. الاندو وال الاندو تقريبا الدايكنوسيس مهم، اغلب الحالات في الاندو حتجي كيسات والكيس يكون طويل ما هو ستريت فورورد فانت تحتاج انك تكون فاهم في الاندو والدايكنوسز. الشيء الثاني مثلا الكراكس مثل الكريز لاين والاشياء هذه هذا برضو ملف جدا كويس. طبعا هذه من الامريكان اسوشيشن اوف اندودونتكس ومختصره وجميله. وفي برضو هذه عن التوما الملفين هذه برضو ضروري انكم تمرون عليها. طبعا اللي فات انه يحمل او شيء راح ننزلها في الحساب في تويتر فلا تشيلون هم اثنين آه، هذه برضو كويس طبعا الفرق بينهم واحد يتكلم مثلا عن مثلا الايميتشر توث والميتشر توث وهذا لا هذا مختصر اكثر آه، برضو من الاشياء اللي انتم ممكن تركزون عليها اللي هو موضوع آه السبجكتس محدد اللي حددتها الهيئه الهيئه نزلت في المانيوال حقهم مثلا المواضيع اللي غالبا يسالون فيها مثلا في الاندودونتكس حددوا مواضيع معينه في الاورال ميديسن والسيرجري حددوا المواضيع اللي يسالون غالبا عنها والحمد لله بجهود الاعضاء حقين المنظومه سوينا الملخصات عن كل المواضيع تقريبا 92 موضوع طبعا انت كثير عليك انك تشوف الكتب اللي قلت لك عليها وتشوف مثلا الملخصات هذه كلها، لكن زي ما قلت تشوف المواضيع اللي تحس انك ضعيف فيها او تحس انك تحتاج مراجعه فيها وتروح تقراها. وطبعا هذه ان شاء الله راح ننزلها في الحساب برضو في تويتر. الشيء الثاني اللي هو ملف اسمه مناز نوت. شخصيا فادني بشكل مو طبيعي. الملف عباره عن ثري بارتس او ثلاث ملفات. كل بارت ما يتجاوز يمكن تقريبا اتوقع 10 12 صفحه كان جدا حلو انا اشوف انكم ضروري تمرون عليه برضه نهايه واللي كثير منكم ينتظر ان نتكلم عنه اللي هو الاكزامند اكسبيرينسز طبعا في نوع تيمين اكزامند اكسبيرينسز لما يدخلون الناس ويطلعون من الاختبار يقول لك واجهت الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني, والشي الفلاني انت كشخص وش اللي عليك تشوف الاشياء اللي مرت على الناس اللي قبل اختبارك تراجعها تصحح وتشوف اجاباتها وتتاكد بنفسك لو انا اجيك واقول لك والله جاني عن الموضوع مثلا جنجفل ابسس وحسيت انه الاجابه الصحيحه بالنسبه اللي جاني كذا ما تاخذ بكلامي انت لازم انت بنفسك تبحث عن المعلومه وتتاكد منها السببين السبب الاول زي ما قلت انك ما تضمن الناس اللي الناس اللي يقدمون او يعطونك الاجابات. السبب الثاني انت في البحث هذا والتصحيح والتعديل تاخذ معلومات زياده لك انت. وهالشيء بيفيدك كثير. طبعا طريقه انك تراجع المعلومات وتصححها في مراجع محدده من الهيئه. وفي طريقه اسهل اللي هي جوجل بوكس. انا اخذت مثال مثلا اللي هو الجنجفل ابسس. اروح اكتب الكي اللي مرت على الشخص هذا وقال لي عنها او او حسيت انها مرت عليهم اروح اكتبها في جوجل مثلا انا كنا كتبت عن سبيسز عن في الامبلانت الجوجل بوكس هذا يطلع لك المصادر زي كذا يجيب لك مثلا الكفر بوك ويجيب لك الهايلايت على الكي اللي انت كتبتها فانت تدخل وتلقى والله معلومات مثل المعلومه اللي انت بغيتها وتلقى مثلا معلومات حول الموضوع فهذا اللي اقصد لما اقول انك تستفيد انت لما تقعد تبحث وتقرا بنفسك طبعا هالشيء صعب عليك انت لحالك لازم تكون مثلا تتفق مع زملاء تثق فيهم زملاء يعني كويسين وعارفين بعضكم وتقسمون بينكم الموضوع هذا يعني على اساس تتساعدون عشان الوقت الحاجه الاخيره اللي هو المين ريفرنسز اللي محددتها الهيئه بديهيا انت ما راح تذاكر منها لان هذه كتب يدرسونها ناس على مدى سنوات لكن في فيها في الكتب هذه شيء كثير الناس يغفلون عنه اللي هي زي التلخيصات او الجداول كمثال مثلا اللي هو ليتل انفلس الاسئله مثلا الاورال ميديسن والسيرجري فيه في نهايه الكتاب زي الاشياء هذه في نهايه الكتاب تلقونها ملخص عن اغلب الامراض الاورال ليجنز ملخص مثلا عن الادويه ومثلا المانجمنت في الامرجنسي هذه كلها بشكل ملخص بحيث انك ما ت... يعني تاخذ وقت كثير من مذاكرتك وبتكون مفيده لك جدا المثال الثاني مثلا اللي هو الكتاب هذا اللي هو ليتل انفلس للبروس وبالذات الفيكست دائما بعد كل شابتر تلقى فيه شيء اسمه سمري تشارت زي كذا فيها مثلا انديكيشن عن الماتيريالز او المواد والى اخره برضو حلوه فمن الاختبار التحضير له باختصار زي ما قلت لكم مثلا انت بتاخذ شهر الشهر هذا اول الاسابيع سو فيه ريفرشمنت او اول اسبوع مثلا اسبوع ونص اقرا مثلا من الدنتل ديكس او مثلا تروح للمصادر اللي انا قلت لك عليها فانت تختار شيء واحد ما تروح تضيع نفسك في الاشياء هذه كلها فانا قاعد اعطيك الملفات وانت تشوف الشيء اللي يناسبك اكثر اللي تحس انه والله مفيد او انه سهل عليك انك تقرا منه وتذاكر منه ثم الجزء الاكبر من الشهر هذا مثلا الاسبوعين ونص ثلاثه اسابيع اللي هي زي ما قلنا تقعد تصحح وتراجع الاشياء اللي مرت على الناس اللي قبلك وزي ما قلت تنتبهون على نقطة انك تتأكد من صحة المعلومات والإجابات اللي موجودة. في خلال الاختبار تقرأ الأسئلة كويس، ليش أنا أقول لك تقرأ الأسئلة كويس؟ لأن مثلا في أشياء ممكن تحس أنها مارة عليك أو أحد قال لك عليها ممكن يكون حتى نفس السيناريو بالضبط، لكن كلمة واحدة ممكن تفرق، ممكن تكون متغيرة. فالإجابة كلها حتفرق معك. فلا تستعجلون في الأسئلة. الحاجة الثانية لما أنت تشوف سؤال ما فهمته أو ما استوعبته لا تقعد تضغط نفسك لا تتوتر البلوك عبارة عن مية سؤال هذا واحد من مية فأنت محدود في الوقت فلا تقعد تضيع وقت على السؤال نفسه الحاجة اللي برضو قاعد تعيد عليها اللي هو موضوع الوقت فتنتبهون للوقت على اساس ما على يعني على سؤال واحد مثلا ياخذ دقائق كثيره وانت وراك اسئله اكثر. واخر نقطه اللي هو زي ما قلت انك تاخذ البريكات حقتك على اساس انك تريح وفي النهايه انت انسان ما راح تاخذ الست ساعات هذه كلها مره واحده راح يكون جدا متعب لك. لان سواء جسديا او حتى ذهنيا انت راح تكون مضغوط ومتوتر والى اخره فاخذ البريكات حقتك على اساس تشم وترجع تكمل على الأسئلة بعد الاختبار أكيد ريح أعط نفسك وقت تريح فيه سوي اللي تسويه بالشيء اللي يريحك لكن من المهم جدا وهذه نصيحة شخصية أنك ما تترك جاب كبير عن المذاكرة أنك والله أنت طلعت من الاختبار بتختبر مرة ثانية لا تترك جاب كبير بين الاختبارين هذه او ما تطول في البريك حقك ليش؟ لانك انت بترجع لنفس الاشكاليه انك تحاول ترجع نفسك المود المذاكره بعض المعلومات اللي انت تعبت عشان تذكرها ممكن تنساها فالبريك حقك لا يطول والاختبارات حقتك كلها حاول قد ما تقدر تاخذها يعني انت حتى لو طلعت مثلا نتيجتك او حسيت انك حليت كويس في الاختبار الاول لا تقول خلاص ما راح اختبر او هذه كفايه لا خذ كل الشانسز لن نص الدرجه والدرجه حتفرق معك بعدين في التقديم على البورد طبعا فيه اللي هو روابط من الهيئه لما تطلع النتائج تروح تكتب اللي هو رقم الهويه او رقم الاحقيه اللي انت دخلت فيه الاختبار وتطلع لك النتيجه وطبعا لما تطلع النتيجه بتطلع في سكور زي ما قلنا في البدايه ما راح يعطونك اياها مثلا 75 80 لا بتطلع لك سكور فبرضو موقع الهيئه في شيء اسمه السكور كالكوليشن تحط فيه السكور حقك ويعطيك النسبه المئويه حق درجتك. هذه برضو راح ننزلها في تويتر على اساس اللي بيفوت الرابط او شيء. الحين خلصنا من موضوع الاختبار وخلصت المحاولات حقتك وطلعت الدرجه مثلا ايا كانت. بيجي موضوع اللي هو التقديم على البورد. التقديم على البورد ماخوذ بنسبة تراكمية عبارة عن 30% على معدلك التراكمي خلال البكالوريوس، 50% على الاختبار و20% على نموذج السيرة الذاتية. بنتكلم عن كل واحدة منهم الحين. بس قبل ما نتكلم عنهم لازم نعرف ان زي ما قلت ان في يناير غالبا اللي هو في شهر واحد من مثلا احنا الان في سنه 21 انتم تجلسون الين ديسمبر تختبرون والى اخره ثم في شهر يناير في نصه حيفتح التقديم على الهيئه او البورد السعودي. غالبا يكون في نص الشهر او في بدأ في نص الشهر تقريبا يعني ويختلف طبعا من سنه لسنه مثلا احنا سنتنا فتح على 10 يناير وسكر 21 السنه اللي قبلنا سكر قبلها. فتختلف، فانتم لما تعبون نموذج التقديم اللي راح يكون يبدا في يناير عندكم تقريبا فتره 10 ايام او اسبوع ونص ترفعون فيها ملفاتكم وبياناتكم والمعلومات حقتكم الى اخره. السنه اللي راحت حصل شيء اللي هو الناس اللي اختبروا مثلا في يناير او في فبراير دخلوهم دخلوا درجاتهم في السيستم كذا اوتوماتيك. فما اعرف انا هل السنه هذه راح يسوون نفس الشيء بمعنى ان التقديم فتح ولسه في ناس يختبرون ودرجاتهم ما طلعت وكملوا تقديمهم والسيستم دخل الدرجه الاخيره او الاعلى سواء كانت في يناير ولا فبراير فالسنه هذه انا ماني عارف هل بيسوون نفس النظام ولا لا لما تكملون النموذج حق التقديم في في نهايه فبراير او في بدايه مارش حيطلع اللي هو اعلان درجه التحكيم النهائيه. درجه التحكيم النهائيه اللي هي الموزونه حقتك. اللي زي ما قلنا قبل شوي اللي هي 30% على المعدل، 50% على الاختبار حق الهيئه و20% على السي في. فحتطلع في الوقت هذا وتطلع قبل اعلان الاسماء يعني مثلا حتطلع مثلا خلينا نقول في بدايه مارش. حيكون عندك اسبوع كامل تعترض فيه على النسبه هذه، مثلا انت تقول لا والله انتم ما حسبتوا نقاط في السي في حقتي. انا مسوي ريسيرش انا مسوي كذا كذا انتم ما حسبتوها فعندك اسبوع واحد تعترض وبعد هالاسبوع يطلعون الاسماء النهائيه للمرشحين طبعا التقديم على اللي هو موضوع البورد حيكون في موقع اسمه ماتشنج تكتب ماتشنج هيئه التخصصات الصحيه تسجل فيه زي كذا الايميل رقم التاكد الايميل الجوال باسورد تدخل عادي بعد ما تدخل بتطلع لك زي هذه القوائم طبعا انت في البدايه راح يطلع لك اللي هو الابلكيشن سبمشن تضغط عليه تطلع لك اللي هي معلومات معينه اللي هي معلوماتك الشخصيه، معلومات اختبار الهيئه، معلومات اللي هو معدلك تكتبها زي ما هو هذه كلها انت تعبيها لين ما توصل لشيء اسمه البراجرام سيتي مثلا انت تختار مثلا ريستو والبروس اللي هي هذه الرغبات ترتبها فهي يحطون لك عشر رغبات انت تحط مثلا تبغى رستو كمثال تحط اول خمس رغبات رستو في الرياض، رستو في مكه، رستو في الشرقيه، رستو في الجنوب. ليش؟ لما تكرر الرغبه عشان يعطونك نقاط في السي في. اللي بنتكلم عنها برضو الحين. فانت لما ترتب رغباتك وتخلص تروح للسي في، السي في عباره عن 20 نقطه. انت كشخص لسه متخرج عندك 12 نقطه ممكن انك تاخذها. اللي هي اربع نقاط على الريسيرش اكتيفيتي نقطتين على نشر بحث منشور في مجله تكون اندكست ونقطتين على بروبوزل البروبوزل طبعا اللي هو انك خلاص انتم سويتوا بروبوزل ختمتوه تقدر ترفعه فهنا نقطتين وهنا نقطتين طبعا بالنسبه للبروبوزل آه واللي هو البحث المنشور لازم تنتبهون على موضوع الاختام ان البروبوزل يكون مختم البحث المنشور يكون في مجله اندكس uh, مثل باب uh, ميد ولا ويلي ولا, ولا الى اخره. النقاط الثانيه في نقطتين ونص خمس uh, نقاط على الفالنتير اكتيفيتي طبعا مقسمه على شهادتين. اثنين ونص اثنين ونص. الفالنتير اكتيفيتي اللي هي مثلا الحملات التطوعيه من uh, uh, اللي هي مثلا عن الاويرنس كامبينز الاشياء هذه. ومرة ثانية لازم تنتبهون على الختم، لازم تنتبهون على معلومات انها مسجلة صح، لان كثير ناس ممكن يواجهون مشاكل انها ما تحسب لهم. وثلاث نقاط على سترونج انترست اللي تو تكلمنا عنها لما في خانة الباراجرام سيتي، لما تحط مثلا الريستو خمس مرات مع بعض حيطل كذا اوتوماتيك حيعطيك ثلاث نقاط. فانت عندك 12 نقطة هذه كلها في يدك، حاول قد ما تقدر تشتغل عليها من الان الين وقت التقديم وتضمنها. النقاط الباقيه عباره عن اللي هو مثلا كلينيكال اكسبيرينس او انك تكون موظف او نقطتين على الدينز ليست، طبعا هذه برضو انت ما تعبيها هي تجي عندهم في السيستم اوتوماتيك لما الكليه ترفع اصلا الاسماء للهيئه. بالنسبه للشهادات زي ما قلت انتبهون هذه الشروط والاحكام حقتهم لان في كثير مثلا واجهوا مشاكل ان الشهادات ما تحسب لهم. او انهم ما, يحس... ما يطلعون فيها اشكاليات فانتم تنتبهون على الشروط هذه انك انت مثلا يكون دورك منظم او متحدث في حمله توعيه الحمله تكون مقدمه للمجتمع ما تكون مثلا في الكليه لزملائك مثلا الحمله تكون تحت اشراف جمعيه صحيه او الجامعه حقتكم وتكون مثلا ما تكون من العمل الرسمي او متطلبات الجامعه حقتك. ومره ثانيه وثالثه لازم تنتبهون للختم آه هذه تقريبا الاشياء المهمه من التسجيل للاختبار والاختبار واللي تواجهونه طريقه التحضير والتقديم اتمنى انها كانت محاضره مفيده آه وان شاء الله انكم استفدتوا تقريبا ناخذ نشوف الاسئله اللي